في الاستوديو ايكيب محترفه خبره وعرفه والكوره في الراديو اخبار الرياضه خوضه وخماضه هوني في الاستوديو ايكيب محترفه خبره وعرفه والكوره في الراديو فاهمين الطرح من التيران للبوس يعطيوك النقاط ويزيدوك بونوس كوره بالاستوس في سبور بلوس اللعبه تقول ما 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 ماتوس شيخه بالكوره والتحليل نظيف زروق اني ما ترى ما تحسوا الضيف الكابتن حسني سبي سبورتيف اش يتكلم بالعريف وديما يسمرها سمير الكاتش يحكي في الواقع اللي ما يشطش يشكر ماتش فيري ماتش ويذم الماتش يضيفها بكاتش والدخله بالبنادر بوسي الدفاتر العليمي الماتر يشوط في السيماتر في الميركاتو هكا تكتيك وحبكه لعبنا له فكه كوره في الشبكه نادر داود في البطولة والكوب مازال يعاود ويجيب سكوب استاتيستيك مع مافيولا سميت الناس الكل حط الرفرانس كول أخبار الرياضة خوضة وخماضة هوني في الأستوديو إيكيب محترفة خبرة وعرفة والكورة في الراديو أخبار الرياضة خوضة وخماضة هوني في الأستوديو علي علي FM سبور بلس أيمن زروق حوصلة لأهم الأحداث الرياضية في الـ 24 ساعة سبعة وثمانية دقائق على FM أحلى راديو أهلا وسهلا مرحبا بكم وعسلامتكم في عدد جديد من سبور بلس اليوم من هذا الخميس 11 مارس 2021 كالعادة كما سنسوا عودة على آخر وأهم الأخبار الرياضية في تونس وكذلك في العالم تحية لكل المستمعين والمتابعين وين ما كانوا في المشاهدة والاستماع داخل تونس خارج تونس يتفرجوا فينا 24 ساعة على 24 على FM TV على اليوتيوب مرحبا بالجميع في EFM سبور بلس اليوم نحكي هزيمة الزمالك ضد الترجي عجلت بإقالة باتشيكو وعودة باتريس كارتيرون غدا انتخابات الكونفدرالية الإفريقية في العاصمة المغربية الرباط شكون الرئيس الجديد للكاف شنو علاقته بإنفانتينو وبدونالد ترامب ماذا حدث في الكواليس حتى ينسحب باقي المرشحين من السباق وباش نحكيو على تشامبيونز ليغ الأوروبية الأول مرة منذ 17 سنة دوري الأبطال دون ميسي وكريستيانو انتهاء حقبة تاريخية فمن يقدر على خلافة هذا الثنائي هذا وغيره من الأخبار والمستجدات ليكيب الكل حاضرة في الإعداد بشرة سعيد في الإخراج عزل تويتي في الـ EFM TV تحية كبيرة برشا لويئام وإيمان وبسمة وأحمد شورة في السيت ويب وأنا أيمن زروق بشرفكم حتى الثمانية متعليل موجودين معايا في البلاتو ثلاثي من الوزن الثقيل يقوده كالعادة في فورما اليوم سمير السليمي مساء الخير مرحبا سمير مساء الفل زروق فراس حسام كابتن نادر الناس كل يسمعوا فينا تحية رياضية من هنا من FM اش قولك في الكونديكتور اليوم ما في حتى شيء في علاقة بتونس ارتحنا تنفيسة مرة في الفيل والله مرة في الفيل خلينا ندوروها لافريك وكاف وشامبيونز ليغ واوروبا وكجو هذيك النهار اللي في اللي سيهزونا رحلة بدلوا فرحانين جو فيريه تحسوا اليوم عليها كذلك يرافقنا يرجع لنا من جديد فراس كيفي مساء الخير مرحبا مرحبا ايمن ومرحبا بالمستمعين الكل صباح نحوي صباح الحمد لله تحسك هكا لا 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 متغشش ليه البطولة ما كسكرناها البارح كما قلت لك اليوم نرجعوا لها غدوة يا ودي تنفيس ربحت جينا بالخميس هذيك نغالطوا في الزمن مرحبا في راس كذلك رافقنا الانيق اليوم حسام الحاج علي مساء الخير مرحبا حسام اهلا بك ايمن سمير في راس نادر من سوريا كابتن مدار سوريا راه يسمع فينا كل المستمعات والمستمعين في تونس وخارج تونس ان شاء الله كالعاده اكيد اليوم حصه فيها برشا جو ما دام فيها كره حقيقيه فيها كره حقيقيه بالطبيعه هو اليوم باعتبار انه باش نحكيوا على الكره الحقيقيه مش باش نحكيوا جمله تقريبا على تونس ولا انا عندنا شويه هكا دي بارونتيز على تونس الهيئه نتاعك اليوم انا اثارت انتباهي هيئه حسين في شكل بنكيجي يعني مع اناقه كبيره ياسر بنكيجي من غير كرافات اي وقتاش باش تصب الشهريه وقتاش البريم وقتاش هو صبينا الله هو على من كتريزيم والكاتورزيم وقتاش انت تعرف تخلي صبوا ساعه صحيح باش تقعد تريزيم وكتريزيم مرحبا حسام العجلي مرحبا في راس كيفي مرحبا سمير السليمي دونك كما قلنا باش نخصوا برشا وقت باش يكون عندنا مداخلات هاتفيه باش نحكيوا على انتخابات الكاف انتخابات بين ظفرين اللي باش تصير غدا تنعرفوا علاش بين ظفرين لكن البدايه كما سنسوا بلا فتره في اخر اخبار الطرقات مع صديقتنا ايناس باش نرجعوا بعد شويه في سبور بلس ونبداو حصتنا انتم تسمعوا في سبور بلس من 7 ل 8 متاع الليل
رجعنا لكم جديد في سبور بلس 7:14 كما قلنا دونك بعد شويه باش نحكيوا على انتخابات الكاف غدوه، لكن البدايه بخبر اثار ضجه كبيره وردود افعال متباينه في الشارع المصري باش نكتشفوا توت سويت. لافو دو جور في انتظار تعليقكم على الخبر هذايا من خلال الزيموجي نتاعنا. عودة باتريس كارتيرون إلى نادي الزمالك المصري، نحكيه على كارتيرون اللي هو اسم ارتبط بشكل مباشر مع الأندية التونسية. سمير وحسام وفراس، ثم اون غيفاليتي سبيسيال ما بين كارتيرون والأندية التونسية سوى وقت اللي كان يدرب في الأهلي المصري أو الزمالك أو كذلك الرجاء البيضاوي. نعطيكم كذلك مازيمبي بون ما لعبش هو يذولي مع مازيمبي ضد الأندية التونسية، لكن ثم كل غيفاليتي سورتو اللي صارت ما بين معين وباتريس كارتيرون في السنوات الأخيرة. بعض العناوين متاع صحافة في مصر، لماذا غادر كارتيرون ولماذا عاد المصري يوم؟ تقول عودة كارتيرون غلطة كبيرة جدا. برنامج أوطة اللبس لميدو يقول لازم كارتيرون يتقدم تفسير عن ما فعله في وقت سابق مع الزمالك. دونك وكذلك صحافة المصرية معناتها وصفت بشكل عام كارتيرون بالخائن، وثم شكون معاه وضد عودة كارتيرون إلى نادي الزمالك المصري. بتبيع ثم شكون يقولون علاش تحكيه مثلا على كارتيرون على الزمالك، باعتبار انه الزمالك هو منافس مباشر للترجي الرياضي التونسي واللي هو يمثل تونس في المسابقه الافريقيه. تعليقكم على الخبر هذا وعلى الضجه هذه وعلى اللي صار هذايا؟ الكل باهت حسام الحاج علي، يضحك سمير السليمي وكذلك يضحك في راس كسر استوديو على كارتيرون اي دور لي ظهره باش تاكلوا بعض. خرب معك حسام الحاج علي، شنو اللي باهتك في الموضوع؟ ما بديتش بيان خاطركم الزوز تضحكوا، نحب نفهم علاش تضحكوا. واي سيدي بيت شنو اللي باهتك هو ساعة قبل كل شيء اللي باش يقولوا علاش لهين الزمالك وكارتيرون؟ هاو هما لهين بينا، هاو خذينا بيلتي، هاو خذينا درا شنو، وهما اكثر من اشترى القابهم بالحكام. دونك احنا كي نتلاهوا بهم نتلاهوا خاطر عندنا ماتش، ما نتلاهوش بهم من غير حاجه مهمه. فما علاش نتلاهوا بهم على خاطر عندنا ماتش، والفريق فريق تونسي ترجي يلعب ماتش مع الزمالك، ماتش مهم جدا ممكن يرشح الترجي وممكن يخرج الزمالك نهائيا من المنافسة. اليوم اللي صاير في مصر هو حد الآن ليس رسميا كارتيرون رجع للزمالك، لكن هو مشى لمصر وثم مكالمات كبيرة، وأنا اللي نتبع فيه واللي نعرف على الأقل من الناس اللي نعرفهم من عشاق الزمالك، يقول لك جماهير الزمالك بنسبة كبيرة جدا ماهيش متغشة على باتشيكو، وتعرف اللي سبب النتائج السلبية الأخيرة ليس مشكل مدرب وليس مشكل فني، المشكل هو مشكل إداري ونفسي. اللي ما تعيعرش سمير، لعيبة الزمالك المدة الأخيرة الكل كانوا مش مستلمين مستحقاتهم، خذوش فلوسهم وقت اللي وصار ما صار ديجا قبل ماتش الترجي. قبل ماتش الترجي خذوا 25% من فلوسهم القديمة. اللي مشى صب شيكو شو يلقى؟ يلقى أكثر من 50% من فلوسه ما تصبتش. اش قالوا لهم؟ ثم ضرائب وتأمين قديم تاع سنوات قبيلة الكل تقص لكم من غير ما قالوا لهم. واللي مشى صب من غدوه يلقى شيك سون بروفيزيون على خاطر القباضه والتامينات حجزت على حسابات الزمالك، دونك لقاو فلوسه مش موجوده. دونك الروندمون والنتائج واللي مش ماشي في الزمالك هو مشكل اكثر ذهني ونفسي مش مدرب، واول مره تقريبا فريق كبير اللي نتائجه تقريبا 4 مباريات اخيره سلبيه ويقول لك مش المدرب. اليوم انت يقول لك اليوم احنا ما عندناش فلوس، باش تقيل باتشيكو باش تعطيه فلوس ولا باش تجيب كارتيرون باش تزيد تعطيه فلوس اخرين؟ والمشكل ليس مشكل فني. دونك الامور ماهيش واضحه، والمسؤولين كما تعرف سمير احنا في فريقنا العربيه وقت اللي تصير مشاكل سلبيه شنو يعمل؟ يمشوا مباشره نحيوا للمدرب. نرجعوا لها النقطه هذه. دونك الوضعيه ماهيش باهيه بكل في الزمالك في الوقت الحالي. في راس الكيفي انت حطيت ليموجي اللي يضحك، شنو اللي يضحكك؟ على خاطر هذه حاجات نجموا في بطوله تونس وراها في بطولة تونس، معناتها انه مدرب بون كارتيرون كيفاش مشى هذاك موضوع اخر ولوين مشى اكسترا. المدرب هذا باتشيكو قداش عندها تشامبيونز ليغ اللي يمشي في قضيه 4-5 شهور ماكسيموم، معناتها 4-5 شهور اون جوجي انه المدرب خايب حتى معناتها على مستوى الارقام. المدرب في البطوله لعب 17 مقابله، باتشيكو لعب ربح 12 مقابله، كارتيرون لعب 25 ماتش ربح 15 ماتش، معناتها تنجمش تقول انه النتائج بعيده ياسر ولا حاجه هكا. رينا زاد في مقابله الترجي انه الفريق عنده مستوى فني ماهوش فريق اللي ما يعرفش
باش يعمل ثلاثة باسات ورا بعضهم في نهائي تشامبيونز ليغ وين خلاها كارتورون جوستومون مستوى كبير مع نهائي الأهلي والزمالك كان على مستوى وكان فوالا وكان كان فما بالحق مستوى كبير. علاش فما فكرة انه الجمهور الزمالك فما زاد ناس متغشة انه المدرب زاد مشى وخلى الفريق وقت اللي مع توصلوا لبلاصة عالية ومبدأ اي الموسم اللي بعده اللي هو اللي احنا فيه توا باش يأكد. لكن مشيرة الاخرى ابار المشكل الاداري زاد انك المهاجم رقم واحد متاع مصر تباع مع تولي هو القوة الضاربة متاع الفريق هذا اللي هو مصطفى محمد اوكي تباع بخمسة ملايين يورو يعني نجمو نفهموا انه الاثار متاع عزيمة نهار السبت هي اللي وصلت للامور هذه. تنجم تربح المباريات الكل تربح مئات المباريات لكن يسوفي تنهزم في مباراة هامة امام الاهلي او الترجي او مازيمبي تكون عندها الاثار هذا. علاش قلت نجم تصير في تونس خاطر كان تخمم هكا سي الراسيونيل معناتها انك انت في الاخر حكمت على ماتش على مدرب عنده خمسة شهور قاعد داير خمسة شهور حكايه فارغه معناتها المدرب باش تنجم تحكم عليه. باش نقول في الاخر ونختم انه ممكن في استراتيجيه ولد الدار اكسترا ميم سي انه المقابله الجايه مع الترجي ما عادش بعيده برشا دونك مراش حتى كان يصحح اليوم شنو ينجم يجيب جديد ممكن يراو فيه هو الشخص اللي باش يرشحهم للكارد فينال نتاع تشامبيونز ليغ ويقعد ينافس على البطوله رغم اللي المجموعه صعيبه وبداوها بالخايب. لكن جو بيرسيست ادير انه ما تفهم ملاعبي اللي بالحق به هو راهو مع سيزون اخرى للزمالك دونك ماهيش مشكله مدرب. سمير سليم انت زاد حطيت نفس الرياكسيون ونعطيك فرد مره سؤال ماهزناش لوجهه النظر اللي تقول انه المدرب الاجنبي واللي يخلص بالدولار لا يعني بالضروره مدرب ناجح وهي الريزلت قدامنا سمير سليم. اي صحيح صحيح المدرب تحكم فيه برشا عوامل وانا مش مع جنسيات في عالم التدريب ولا في عالم الفن ولا في الثقافه. العمل هو اللي يحكم كسوا عربي ولا النتائج النتائج سواء عربي ولا اجنبي ولا الماني ولا برازيلي ولا كذا هو النتائج تحكم فيه. على كل حال انا نضحك على ردود الافعال نتاع الصحافه المصريه علاش كارتورون مشي وعلاش جي يمشي على خاطر الفلوس وجي على خاطر الفلوس واضحه الحكايه. ثم انه كارتورو احترم العقد نتاعو حط في في العقد اللي هو بين الزمالك وبينه هو شرط جزائي في حاله تطردوني تعطيوني في حاله انا نمشي نعطيكم مبلغ وقدره. جه عرض من السعوديه خلص فليساته ومشي من هي واضحه الامور. رجع راجعته الزمالك باش يعمل عقد جديد حط فيه انت بنود اخرى ولا دونك معناها العلاقه التعاقديه واضحه وبسيطه ما فيش مشكل. احترم العقد نتاعو الراجل يا اخي كان النادي هو اللي طرد حتى المدرب من حقه انه يخرج وحقه والتزم بالعقد نتاعو ودفع فليساته لا اكثر ولا اقل. نجيو تو من ناحيه الزمالك. الزمالك راو ثلاثه مباريات في الشامبيونز ليغ زوز نقاط. الزمالك توا في حالة التعادل مع الترجي انسحب خرج. الزمالك اليوم يلزم تسعة نقاط يلزم يربح اسبيرانس يربح المولدية في المولدية يربح توكيت يلزم تسعة نقاط باش يوصل ل 11 بونتو. وضعية كارثية مش يخرج الزمالك. دونك المسؤولين راوا انه المدرب هذا لا يتماشى مع الوضع الحالي ولا رجع نفسية ولا سميه من حقهم انه يجيبوا المدرب اللي يحبوا عليه هما احرار اهل مكه ادرى بشعابها. لكن الوضعيه اللي شفته انا مع المولديه في مصر 0-0 يمشيوا للسنغال 0-0 يجيوا لتونس ياكلوا ثلاثه. دونك شنو تحبوا انت كاداره؟ اي ما نجموش هنا نشوفوا شنو يصير عند جيراننا غاديك في مصر والمنافسين المباشرين نتاع الانديه التونسيه ونستخلصوا العبره بمعنى انه للي يطالبوا ليله نهار نهار مثلا بقاله معين الشعباني للانتقال الانتقادات المتتاليه لانيس بوجلبان وغيره ما نجموش نشوفوا هنا ناخذوا العبره انه نعاود نرجعك نفس السؤال انه هاك المدربين الاجانب اللي يخلصوا ل 100 و 150 الف دولار في الشهر راهو مش بالضروره يعني استابيليتي والنتائج. لا لا كلام صحيح كلام صحيح اما في كل الحالات المدرب تحكمه النتائج في الاخره في الاخر المدرب تحكمه النتائج خويا. باريس سان جيرمان جمعت الانترنت حتى خير اللي مشى لتشيلسي عمل الابداع تيجي ساعات تخطف منها تمشي منها. معنا بالهاتف باش ناخذ شو المصير. مدرب يهرب عليك قبل فينال شامبيونز ليغ يهرب عليك فسخ عطاه هرب عليك قبل فينال شامبيونز ليغ تعاود ترجعه انا ونمن به المدرب هذاك
يقول لك ما فماش عاطفة في الكورة كيما في السياسة ما فماش صديق دايم وعدو دايم فهمتني أنا في الكورة صاحبي اللي مش يجيب النتائج أنا مدرب هذا خلاني قبل فينال وأعطاك فلايسيتك أي باهي معنا باش نمشيو للعاصمة المصرية القاهرة موجود معنا بالهاتف محمد مبروك رئيس تحرير موقع الهدف المصري خلينا ناخذ من عنده أكثر تفاصيل مساء الخير مرحبا مساء الخير اخوي ايمن ومساء الخير على كل المشاهدين واهلا بك واهلا بالكابتن سمير السليمي وكابتن حسام الحاج علي اهلا بكل الشعب التونسي وانا سعيد ان انا معك ايمن اهلا بك اخوي مرحبا بكم معنا زاد الكابتن فراس الكافي اول سؤال هل هل تاكد لي انه كارتينو حاليا موجود في العاصمه المصريه القاهره ومساله عودته هي فقط بعض التفاصيل في علاقه بالتعاقد وغيره من عشان تاكد لي المعلومات بص يا أخوي أيمن يمكن الأخبار الصحفية انتشرت تحديدا منذ يومين تقريبا اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك كانت اتفقت في جلستها بعد مباراة الترجي التونسي والزمالك على رحيل باتشيكو نظرا للنتائج السلبية والخسارة الفادحة من فريق الترجي بثلاثة أهداف خلينا أقول لك إن كارديرون كان أنهى تعاقده بالتراجي أمس مع فريق التعاون السعودي بعد يعني كان تدخل التراجي بعد مباراة أدها في الدوري السعودي هو جاء إلى مصر صباح اليوم يعني توجه إلى القاهرة هون موجود دونك حاليا باتريس كارتينون في القاهرة ومسألة إمضاء مع زمالك وعودته هي فقط مسألة وقت وإجراءات تعاقدية وقانونية فعلا اخويا ايمن خلينا اقول لك دي معلومه يعني معلومه خاصه لذاعه تي في ام يمكن كانت في جلسه سريه النهارده مع احد اعضاء اللجنه التنفيذيه بنادي الزمالك بين مع المدرب كارديرون كان بيتفق فيها على البنود وبيتفق فيها على كل شيء فخلينا اقول لك ان في استياء من جمهور نادي الزمالك من رحيل باتشيكو جمهور الزمالك يقف داعم لباتشيكو حتى الان يعني كل جمهور الزمالك وكل النقاد اجمعوا ان مشكله الزمالك ليست في المدير الفني انما هي مشكله اللاعبين واحنا هنا بنبص لمشكله اللاعبين هي مشاكل ماليه لك ان تعلم صديقي ان باتشيكو لم يحصل على مستحقاته منذ مده ثلاثه اشهر واللاعبين لم يحصلوا على مستحقاتهم ايضا منذ ما يقرب شهرين يعني اللاعبين لم يحصلوا على 25% قيمه الاموال في شهر فبراير وشهر يناير لم يحصلوا عليها هناك أزمة حاليا في نادي الزمالك خلينا أقول لك برضو أن يعني يمكن حسب التصريحات وحسب التسريبات الصحفية أن قيمة عقد كارديرون سيتحملها بعض المحبين لنادي الزمالك وبعض العاشقين لنادي الزمالك باش يعملوا لطخة كيما عملوا مع الفرجاني ساسي باش يعملوا نفس اللطخة مع كارديرون يعني تبارك الله على جماهير الزمالك وعلى حسب مصادر ليا اخوي ايمن يعني كان الكلام حاليا على كارديرون الفرجاني ساسي لم يتطرق البعض نادي الزمالك حول تجديده من الدعامين لنادي الزمالك والمسألة الان هي المدرب كارديرون خلينا اقول لك برضو اخي العزيز ان كارديرون اليوم قد يظهر في نادي الزمالك بعد المباراه باتشيكو قد ياخذ كل مستحقاته بعد مباراه اليوم في جلسه ستجمعه في نادي الزمالك مما لا شك فيه ان بنسبه 90% ان مباراه الزمالك وسيراميكا لباتشيكو ستكون اخر مباراه الشوط الاول انتهى اخوي ايمن بتقدم الزمالك بهدفين دون مقابل نحن هناك في منتصف المباراه اي المباراه قادمه تقام حاليا خلينا معك باخر سؤال استاذ محمد هل نجم نعتبر اذا انه اقاله باتشيكو هي نتيجه طبيعيه لهزيمه الزمالك بثلاثيه امام الترجي يوم السبت الفارط هذا هو يعني نعم اخوي ايمن هي نتيجه مباراه الترجي التي قضت على طموحات باتشيكو مع الزمالك وغضب اداره نادي الزمالك من باتشيكو كانت هي احد الاسباب خليني اقول لك ان زي ما قلت لحضرتك ان كان في اجتماع في تونس كان تم الاتفاق على رحيل باتشيكو نادي الزمالك او اداره الزمالك لم تستطيع الصبر لمباراه الترجي القادمه يوم السادس عشر القادم وصبرت على رحيل باتشيكو من الان وتعطي كارديرون الفرصه امام الترجي زي ما تعلم اخويا ايمن كارديرون استطاع ان يفوز على الترجي بثلاثه اهداف في السوبر الافريقي العام الماضي واستطاع ايضا في ذهاب دور الثمانيه لدوري ابطال افريقيا الفوز ايضا بثلاثيه
قبل ان يخسر بنتيجه واحد دون شيء ليصعد الى نصف النهائي. واضح جدا. خلينا اقول لك زي ما بقول ان اداره نادي الزمالك ترى ان كاردرون تعب عالي على نادي الترجي، ولذلك اصرت ان يكون كاردرون هو من يقود مباراه الزمالك او مباراه الترجي تدريبيا. هذه وجهه نظر، ولو انه زاد ثم شكون يعتبر انه الترجي زاد كعبه عالي على كاردرون باعتبار انه تفوق عليه في نهائي رابطه الابطال وقت اللي كان مدرب لنادي الاهلي المصري بثلاثيه والمباراه الشهيره وغيره. مشكور جدا. اي مشكور معش عنا برشا وقت، نعتذر منك سيد محمد مبروك رئيس تحرير موقع الهدف المصري. دونك بنسبه كبيره جدا فقط مباراه الزمالك وسيراميكا هي اخر مباراه لباتشيكو، ومعناتها المباراه القادمه بين الزمالك والترجي بنسبه 99% سيكون باتريس كارتينو هو موجود على بنك الاحتياط. باش نقعدوا في الاجواء الافريقيه باش نحكيوا تسويت على الانتخابات نتاع الكاف غدوه، انتخابات بين ظفرين مقبل قاعد لوجله في فورم الانتخابات تسكيه قاعده لما شنو باش يصير بالضبط. عرس كروي شنو باش يصير بالضبط غدوه في الرباط، باش نحكيوا على انتخابات الكاف. بعد تنازل المرشحين الثلاثة لانتخابات الكاف من أجل الجنوب الإفريقي وتسكيته في الانتخابات المبرمجة يوم غد، المرشح الجنوب الإفريقي والملياردير باتريس موتسيبي في طريق مفتوح لرئاسة الكاف ولخلافة أحمد. التنازل والتسكية مع أم ضد ما سيحدث غدا في الرباط؟ في رأس سيكون لأول مرة صوت الحكمة، خلنا ناخذ الديوال ما بين حسام الحاج علي وسمير السليمي غدوة. دونك شنو تحب نسميه غدوة حسام لما في الرباط وشنو باش يصير بالضبط؟ عشية خطبة وطي شنو باش يصير بالضبط؟ 3-2-1 توب كرونو حسام. لا شوف أيمن، اللي ورتنا التجربة على الأقل السنوات 30 ولا 40 سنة اللي قسموهم عيسى حياته ومن بعد جاء أحمد شاهدنا الانتخابات شنو عطاتنا؟ ناس اللي رجعوا بالكرة الإفريقية إلى الوراء، سرقة قلب مش عارف، استغلال نفوذ، استغلال موقع، كل شيء رينيه غورة، كل شيء إلا حاجات لفائدة الكرة الإفريقية. على الأقل تتنسحبوا الناس الكل ويتحطوا ديجا الكلمة اللي قلتها ملياردير، أول شيء من جنوب إفريقيا بلاد متحضر وبلاد معناها متاع كرة، ثاني شيء إنسان ملياردير معناها منطقيا يقول مش يكون سارق ومش يقلب مش يحاول انه يعطي حاجه للكره الافريقيه. نستناو ان شاء الله حاجه ما خير، كان قاعده انتخابات راهو هذا شعطاء وهذا شخذاء وهذا شعطاء، خلي هكا واحد بركه وملياردير لا ربما وما تتحسنش الكره الافريقيه شوي. موافق الراي نعم ام لا سمير السليمي؟ 3-2-1 توب كرونو. انا بصراحه ضد الانتخابات في كل المجالات. الانتخابات مش انا بالنسبه لي الانتخابات مش معناها ظاهره صحيه ولا ديمقراطيه، انا مع التزكيات ومع الانسان اللي عنده فلوس وعنده سلطه ومع الانسان اللي معناها يسيطر بكل ما في الكلمه من معاني هكا هو. دونك احنا شفنا الانتخابات وين وصلتنا، انا في تونس انا نقاسيو لتوا اللي انسحبوا ثلاثه نتاع موريتانيا ونتاع السنغال ونتاع كوت ديفوار هما اكبر المنتفعين بطبيعه الحال، باش يكونوا زوز نواب رئيس مع ملياردير هذاك ربي يعينهم الناس الكل. وشوف شخذاو دخل في الحكايه انفانتينو ماشي على المغرب وجاي واجتماعات والدنيا فهمتني ولا انفانتينو زادها بارك الله فيه معناها من الناس اللي معناها فوالا ساهم في سيد هذا ملياردير اللي قال لك عنده ابيار نتاع المان الماس المان شيء يا ولدي ابيار وعنده الدنيا كل الراجل هذا قال لك كان رئيس نتاع هذيك اسمه أو بعد شوية على كل حالة ربي إن شاء الله فهمتني ولا في عون شكون إفريقيا ولا في عون تونس في لا لا ربي يجريها على الصليح. ربي يجريها على الصليح. بعد شوية ناخذوا معنا في الهاتف مباشرة من أبو ظبي، هاتف مهم جدا باش ناخذوا نفهموا شنو اللي صار في الكواليس بالضبط في الأسابيع الفارطة، علاش صارت التزكية، شنو اللي صار باش صارت هالمفاهمة هذيا وما دخل إنفانتينو في الموضوع، تنحاولوا نفهموا هذا كله. لكن في رأس الكيف قبل ما نعطيك الكلمة، من هو المرشح هذيا جنوب
الجنوب الافريقي من اغنى اغنياء قاره افريقيا، موجود في قائمه اغنى 10 رجال اعمال في افريقيا، ثروه نتاعو تقدر ب 3 مليار دولار، شريك لدونالد ترامب رئيس سابق الولايات المتحده الامريكيه في العديد من المشاريع والاستثمارات، رئيس ومالك نادي ماميلودي سان داونز الجنوب افريقي، عنده مجموعه كما قال سمير من المناجم الذهب منذ عام 1997، مجال اختصاصه هي المعادن بشكل عام، مؤسس شركة مختصة في التنقيب عن المعادن ويعتبر القطب متاع صناعة المعادن في افريقيا، دونك هو في رأس واحد من اغنى اغنياء العالم وما اكتسب، هذه مهم جدا النقطة دي، انه ما اكتسب الشهرة متاعه الواسعة في جنوب افريقيا الا بعد ما امتلك نادي ماميلودي سان داونز. هو مالك ماميلودي سان داونز من 2004، معناتها مش من اليوم، ونشوفوا زاد المسيرة متاع سان داونز اللي في اول سنوات 2000 كان موجود في دوري ابطال افريقيا وداير لعب حتى مع ترجي ذولي عام 2001 ولا عام 2000، جاء هو بدا يقدم بالفريق بشوي بشوي، ويظهر لي في العشريه الاخيره معناتها ميلودي سان داونز نحطوه في التوب 5 نتاع الفرق الافريقيه، كل عام مينيموم وبريسك دومي فينال، وحتى المستوى كوره جنوب افريقيا تحسن، معناتها رجعوا الكاس افريقيا الامم، خرجوا مصر في الـ في الـ في الكومبيتيسيون الاخرانيه، هو زاد افوكا كبير زاد في جنوب افريقيا، ونسيب رئيس جنوب افريقيا خاطر لازم في افريقيا ديما عندنا علاقه الفلوس بالانسان بالرئيس مهم جدا اكسترا، واللي الرئيس هذا عنده ديزافير دو كوربسيون حاسيلو. انا باش نحكي على انتخابات الكاف من زوج جوانب، جانب الفيفا اللي الفيفا هي من صنع كل هذا، علاش؟ على خاطر الفيفا علاقتها باليوفا رديئه جدا، علاقتها بالجامعه معناتها الكونفدراسيون تاع امريكا لاتين كومنيبول رديئه، الريزيرفوار دو فوا الوحيد لجاني انفانتينو في اي انتخابات قادمه هي الدول الافريقيه، على خاطر عددها كبير، وعلى خاطر للاسف معناتها الفساد الموجود في الاتحاد الافريقي لكره القدم موجود من عقود وعقود وعقود، يعني افريقيا تقبل مانيبيولاسيون. يظهر لي كيما كان يحكي حسين مع تارينا عيسى حياته جاء وراه احمد وكاو اللي دايرين بهم كونستون ماري اكسترا اكسترا، هما معناتها الفيفا خليتهم غاديكا لسنوات على خاطر هما ناس نهار التصويت يصوتوا للمرشح اللي حطهم السمع فوالا، دونك هذاك عليه اللي انا هو شبه مهزله للكره الافريقيه غدوه، انه يقع التحكم في مصيرها من قبل الاتحاد الدولي. اوغستان سونغور مثلا اللي هو الكانديدا نتاع السنغال قال انه راهو المشروع هذايا معناتها الكانديداتور كونسنسويل توافقيه جات من عند المغرب ومصر، معناتها قالها صراحه في البلاغ نتاع وقت اللي وخر من الانتخابات. نرجعوا للرئيس موستبي، شكون معاه؟ خاطر باش وصل زاد يلزموا مينيموم دو سوتيان، كل الدول اللي دايره بجنوب افريقيا وافريقيا اللي تحكي باللونجلي الكل معاه، وهذا يمكن الحاجة الجديدة في الكاف، أنه لأول مرة باش يكون البوفوار عند ناس اللي هي ترى الكرة بطريقة أخرى جمل مغايرة، خاطر احنا معناتها أفريق فرانكوفون بكل صراحة ما نخبيوش أنه زاد استنفعنا في السنوات اللي فاتت من الإدارات اللي دارت الكل، دونك فما ناس جديدة باش لكن في كل الحالات زاد البروغرام تاعو معناتها ما فماش حاجة بيان بيرتينونت، هوني باش نرجع لك تطوير الكرة الإفريقية وتطوير موارد، ما فماش حاجه معناتها اللي تتنجم تركز عليها وتبني عليها. هوني يعني باش نرجع لك الفيفا، علاش؟ على خاطر بعد موضوع الوداد والترجي واحمد ولافير دو كوربسيون و و و وتحلتك معناتها المسلسل الكبير نتاع الكاف، نتذكروا انه الفيفا بعثت فاطمه سامورا اللي هي من السنغال لمده على اساس باش تنظم الكاف. بعد 6 شهور ما خرج حتى شيء، ولا رابور ولا تنظيف ولا حتى شيء، واحمد تحكم عليه وبعد عاود ترجع اكسترا. معناتها هذايا يوريك انه الفيفا عاجبها جو الفساد هذايا وهي المستفيد رقم واحد منه. الكره الافريقيه هي اخر اهتماماتها. نجيو توا للبروجرام سي موتسيبي. الحاجتين الكبار اللي هو حط معناتها كي عمل ندوه صحفيه وتكلم وداير من اول لي سوتيان نتاعو مويس كاتومبي رئيس تي بي مازيمبي اللي كان موجود معاه توتو لون دو لا كومباني. نسيب خوه. دوله مجاوره فريق كيفو اكسترا. حاجتين. الحاجه الاولى اللي قال عليها هي دخول
دخول المستثمرين الخواص في كرة القدم الإفريقي، وهذا ممكن كلامي نجم يحيلنا على تونس اللي في تونس من وين الجمعيات والكادر القانوني اكسترا اكسترا. في جنوب افريقيا راهو الاحتراف عنده سنوات وعقود وعقود، وراوك كيما نحكيو على بطولة لونجلتير منظمة كيما بطولة جنوب افريقيا، شفنا الملاعب ونظمة كاس العالم. دونك هذوما ناس مع السيد هذايا يمن بالاحتراف كيما راهو في اوروبا وباش يحاول يعملوا في افريقيا. اي كيفاش كيفاش ثم 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 اللي يهمنا في الافريق في الكاف هما ثلاثة مسابقات اون برومي ليو كاس كاس افريقيا نتاع المنتخبات ثم تشامبيونز ليغ ثم كاس الكونفدرالية. هنا لعبة تقريبا فما حاجة تقريبا جوست الكوب دافريك هنا عنده عنده راي في كاس افريقيا راي في تغييرها خاطر فما بوليميك انه مره في الاربع سنين مره في العامين هو مع العامين لسبب بسيط انه دخل اكثر فلوس معناتها مره في العامين على خاطر الافريقيا معناتها اودينس كبيره لي دروات اللي يتباعوا اكثر اكسترا. اما قلت انه فكره الاحتراف شنو انه في المسابقات الافريقيه بلس دو سبونسور الفرق يكون عندهم مالكين عندهم اكثر فلوس اكسترا. باش نسكر واخيرا باش نقول انه العهد جديد للكاف بالاسم هذا لكن لي بروبليم ستركتوريل اللي تحكي عليهم حتى المرشح بيدو يحكي عليهم راهو ما نظنش بالطريقه بالانتخابات هذيا انه باش تتبدل حاجه كبيره. نحن موجود معنا في المباشر مباشره من ابو ظبي الاعلامي المصري المتخصص في شؤون الفيفا وكذلك في الاتحادات القاريه سابقا كرئيس تحرير قناه اون سبورتس الاستاذ اسامه الشيخ. مساء الخير، مرحبا استاذ اسامه. اهلا، مساء الخير عليك وعلى الساده المستمعين وعلى ضيوفك الجمال اللي انا استمتعت بجزء من حديثهم. يعني اي مرحبا بك، واحنا زاده اكي زاده باش نزيدوا نستمتعوا كي باش تجاوبنا على السؤال المفصلي هذا يا استاذ اسامه. مؤكد انه صارت لعبه نتاع كواليس في اجتماع الرباط مؤخرا، نحكيوا على لعبه كواليس هذا، شنو نجموا نعرفوا عليها؟ لماذا انسحب احمد ولد يحيى المرشح الموريتاني كذلك المرشحين السنغالي والايفواري من السباق في سبيل انه يكون المرشح جنوب افريقي موسيبي هو سيكون على العرب. ماذا صار في الكواليس؟ ماذا صار حتى ينسحب المنافسين متاع المرشح جنوب افريقي؟ هو من البداية نتكلم بصراحة ولا نتكلم بالمواربة؟ لا لا نتكلم يعني بصراحة ونحكيه في الكواليس. عنا حرية تعبير في تونس نتكلم على ولا انا اقصد اقول وبدون ان احنا ما بنسيء لاشخاص. احنا بنتكلم يعني لما اجي اتكلم عن احمد ولد يحيى انت سألت سؤال ان هو على اي اساس هو انسحب. هو 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 سحب مش انسحب لو انت عايز تستخدم الكلمه الدقيقه. لان سحب من طرف من؟ سحب من طرف من؟ اكيد طبعا انت عارف من طرف انفنتينو. من انفنتينو؟ يعني انفنتينو انفنتينو هو من دفع بيه وركعت لورا شويه او رجعتهم لما كان باب الترشح لسه مفتوح وكان هيغلق يوم 12 نوفمبر الماضي في 2020. نتذكر كلنا ان كان كل فوزي نجع وكان هاني بوريدا واحمد ولد يحيى وكل رجال الرئيس احمد قالوا احنا مع الرئيس وفي 46 دوله معاه ومحدش هيترشح قدامه طالما هيترشح. وفجاه يجي احمد ولد يحيى اللي احمد هو اللي دخله بالتعيين في الاكزكتيف كوميتي في الكاف. هو كان ذراعه الايمن احمد ولد يحيى، كان ذراعه الايمن لاحمد بالظبط. ويجي بعد كده يعلن يوم 11 نوفمبر لا انا هترشح في الانتخابات وكان فيها وقتها مرشح احمد. اللي حصل وقتها انفنتينو كان على علم بان في بعدها ب 10 ايام يعني يوم 23 نوفمبر سيصدر قرار بايقاف احمد من قبل لجنه الاخلاق في فيفا. وبالتالي هو زق احمد والدحي عشان يكون مرشحه. انا اعتقد ان كل ده احمد والدحي يخش يا احمد دخل احمد اطلع يا احمد طلع احمد هو ما فيش اي حاجه. هما الاثنين اللي كان انفنتينو مالوش سيطره عليهم قوي وكانوا لسه بيحاولوا، ولكن انا فعلا هما خسروا كتير من احترام الراي العام لما هما قبلوا ان هما يخرجوا. يعني انوما بكل تاريخه قرر ان هو يبقى اوكي موافق انه يبقى مستشار للمتسبي، وسنجور قبل انه ينسحب مقابل انه يبقى نائب رئيس. مع العلم في النقطه دي انا واقف قدام نقطه قانونيه عجيبه، ازاي يبقى في اثنين نواب رئيس اصلا ما دخلوش الانتخابات؟ يعني هيتموا بالتعيين، هم مرشحين رئاسه دلوقتي قرروا الانسحاب من الرئاسه، مش هيخشوا اعضاء، هم كده بره الكاس خالص. فانا ينفع ان انا اجيب اثنين نواب رئيس من اعضاء غير منتخبين؟ طب امال ايه لازمه الاعضاء المنتخبين؟
انت كنت حجيب اثنين منتخبين، دي نقطه قانونيه ثانيه. يعني هل قانونيا هذا مسموح به ولا لا؟ الحقيقه نتصور انه لا نتصور مسموحه. انا بقول لك ده مش مسموح به بالمنطق، ان انت تيجي دلوقتي. طب انا لازمه الانتخابات ايه؟ وبعدين يعني طبعا الانتخابات المفروض الاعضاء المنتخبين هم اللي بيحظوا بدعم الجمعيه العموميه، هم اللي يكون من بينهم نواب الرئيس. انا بعتبر ان دي اهانه لكل اللي موجودين في ويتم انتخابهم في المكتب التنفيذي، ان هم انا اسف قوي بلا قيمه، وان في ناس اهم منهم هتخش تركب عليهم وهيبقوا هم نواب الرئيس. وهم دول ايه؟ مجرد اعضاء دخلوا اعضاء خرجوا اعضاء ما لهمش اي استاذ اسامه. يعني هذا التنازل او الانسحاب او اللي نجموا نسميه مقابل اي شيء، مقابل اي شيء صار الانسحاب هذايا نتاع المرشحين الثلاثه لصالح المرشح الجنوب افريقي. هما كانوا مرشحين لرئاسه الكاف، فسيصبح جنوب افريقي هو رئيس، الموريتاني نائب رئيس، السنغالي نائب رئيس، والايفواري مستشار. يعني وكانه صارت خلطه سحريه. ماذا صار في الكواليس وماذا كانت الاتفاقات؟ ماذا وراء هذه الاتفاقات؟ الاتفاقات وراءها ويعني 100% هو جياني انفنتينو. جياني انفنتينو كل اللي بيعمله في افريقيا، اولا جياني انفنتينو هو اللي جاب احمد، هو اللي قال للمصريين والمغاربه وهو ما كانش عايز عيسى حياته، واوعز الى المصريين والى المغاربه بان انتوا ادعموا احمد وجمع له اصوات، وبذلك كانت النتيجه المفارقه العجيبه 34 صوت لبس ب 20، وخرج عيسى حياته يعني اللي هو كان اسطوره الكاف وسطوتها وقوتها. فبالتالي انفنتينو هو اللي جاب احمد، وانفنتينو هو اللي شال احمد، وانفنتينو اللي رشح احمد ولد يحيى، وانفنتينو اللي لما لقى ان في مصيب داخل. انا ما اعرفش بقى، هل كان، ما اعتقدش ان دي كان مصيب من الاول ناوي يخش. يمكن لما دخل كان بيتقال ان انفنتينو مش عايز يخسر ماتشيبي بصفته رجل مال واقتصاد، وفي الاخر هيحقق للكره الافريقيه ان انت عمرك ما هتقدر تقول عليه انه لص، ولا انه هيخش علشان ياخد بوكيت ماني، ولا يعمل زي الاخ احمد يسافر مش عارف وياخد دبل ولا تريبل بوكيت ماني اللاونس يعني على السفريات. يعني ماذا يمكن حاجة ان تضيف رئاسه الكاف للمرشح للملياردير جنوب افريقي باعتبار انه ملياردير لا مش يلوج على الفلوس او الفساد؟ ماذا يمكن ان تضيف رئاسه الكاف بالنسبه لجنوب افريقيا؟ انا اتخيل هي هنتكلم عليها ايه تاثيرها كده. اقول لك على الاشخاص متسبي، انا ما اتصورش انها هتضيف له حاجه يعني رهيبه غير ان هو برستيج، انه بقى رئيس نائب رئيس فيفا ورئيس اتحاد قاري. نيجي على جياني انفنتينو، جياني انفنتينو كان بيعمل كل ده زي ما انت قلت من شويه، هو تربيطه انتخابات ل 2023، هو بيبني القاعده الانتخابيه لانتخاباته هو، سيطره مطلقه. افريقيا انا اسف سيقت كالقطيف، كل الناس خسرانه، يمكن فيها بعض اللي دخلوا اللعبه هم الكسبانين. انت قلت برضو جمله لطيفه او مش متذكر مين من الاخوه الضيوف اللي قالها، ان تم ان انفنتينو عام طبخ اللعبه وقال انه الكلام ده كله جاي من مصر والمغرب. طبعا لو كان احمد ولد يحيى دخل وكسب الانتخابات كان ثانية بوريده بقى في الشارع، كان خرج من الانتخابات. فوزي ضمن مكانه، واحمد وهاني طبعا احنا بنقول لان زاتشي هم متكتلين عليه، وبالتالي كل التوجهات ان ايه اللي يكسب فوزي اللي منظم الانتخابات واللي يكسب معاه يكون هاني ابو ريده، ده الحلف رجال احمد القدام. هذا هو الحلف اي بالضبط. اقعد معنا استاذ اسامه. اجي أي. انا بس كنت عايز اقول لك حاجه انا مستغربها، عشان في ناس بتتكلم دلوقتي ومبروك المكتب التنفيذي واوائل تونس. انا اتصور ناس كثيره خسرت ومن بينها تونس. يعني انت كان عندك مكان في الفيفا وعندك مكان في الاكزيكتيف، انت ما بقاش عندك النهارده. يعني انت عمل لك داون جريد. فبالتالي انا يعني وضيعت فرصه. يعني انا اتصور مش عايز يعني البكاء على اللبن المسكوب، ان كان وضع طارق بشماوي لو كان دخل الانتخابات الوضع والخريطه كانت اختلفت تماما، وكان هتتم انتخابات. يعني انا دلوقتي مثلا لما يقولوا على افريقيا المتحده ويتصوروا كلهم لابسين شورت وفانيلا ويقولوا ان احنا كلنا يونايتد ايه؟ انتم انا اسف انتم ماضية ورتبتوا الانتخابات، انتم دي جريمه حق الديمقراطيه. هي ليه تجرى الانتخابات؟ ما تعمل انتخابات ويكسب مصر وكلنا نحترم القرار، إرادة الأفارقة. وأنا آسف أقول إن الأفارقة دي لا إرادة، يعني أنا الواحد شاف كتير فساد كتير يعني عاصر وأحداث كتيرة، بس للأسف بالضبط بيصعب عليا
بيصعب عليا اللي بيحصل واقدر اقول هو مين اللي فوق انفنتينو، ما فيش غير ربنا بقى. اي هو اخذ معنا استاذ اسامه، خلينا ناخذ شويه تفاعلات. تقريبا لخص كل شيء اسامه وزاد في راس لخص كل شيء، وحتى لي ريشير شتاو جمعه كامله انا قعدت نقرا في ليزارتيكل وكذا. تقريبا اللي قاعد صاير هو مسرحيه سيرك اللي باش يصير غدوه، معناتها كل شيء منظم كل شيء محطوط من قبل. ديما نقعد نسالوا ما وراء هذا، علاش شنو لعبه المصالح في الاخر شنو هو نهايتها؟ في نقطتين بطبيعه الحال، ومع التحيه للاستاذ اسامه اللي ما شاء الله عليه متمكن من الموضوع هذا وعلى درايه به. النقطه الاولى، انت سالت سؤال قلت شنو المنافع نتاعو هالسيد هذا جنوب افريقي ملياردير، جاوبك وسام قال لك البرستيج. برستيج احنا عندنا في تونس وفي العالم العربي تلقاه ملياردير يملك ما يملك ويدخل للسياسه للبرستيج، للبرستيج ياخو وزير او لحمايه نفسه، او لحمايه نفسه ياخو وزير ياخو وهو ملياردير. يعني بالتالي البرستيج لانه السلطه المال والبوفوار معناها والسلطه تقع عنده المال، هو في حاجه الى السلطه لدعم وطموح ثم على مستوى، واختم بسرعه، على مستوى الانتخابات. اربعه تقدموا للانتخابات ها قبل يوم 12 نوفمبر، ثم بعد ما تقدم مطلب الانتخابات او تودع الملف نتاعك فما تشاورات، فما تكتلات، فما كذا تحالفات وأروقة ولوبيين. فالممثل السنغال او ممثل موريتانيا او ممثل كوت ديفوار فيعرف انه سيد هذا من جنوب افريقيا تقريبا مسيطر على معظم الاصوات، يقول لك انا داخل في انتخابات خاسره من الاول، خليني ندخل لبيت الطاعه وبالتالي ونكون نائب رئيس او مستشار وتكون عندي كل الصلاحيات ونكون انا ما ندخلش معه في التنافس، ولكن نكون في تحت جناحه قال الاخر ونكون موجود معه. وبالتالي هي مصالح وتكتلات، الخاسرانين منهم اكثر ما يمكن هو الدول اللي قال عليهم في راس دول الشمال شمال افريقيا خاصه. حسام خلينا ناخذ الامور من الجانب الرياضي بعيدا عن الكواليس واللوبيينغ وماذا يحدث وكذا، ماذا ممكن ان ننتظر في العطر الرئاسية ذي المقبلة؟ شنو نستناو باش يتغير في الكرة الافريقية بشكل عام برئاسة موتسيبي؟ هل حقيقة نستناو حاجة باش تصير، باش تطور يصير فعلا مش مجرد كلام ولا برنامج انتخابي؟ حسين نتمناو على الأقل كما قلنا من الأول، هذا إنسان ملياردير وعنده الأموال عنده، مش مستحق أنه باش يسرق الفيف باش يسرق الكاف أنه باش يجمع أموال، يحب على البوفوار كما قال سمير وأنا معاه، ومش في أفريقيا فقط في العالم كله. شفنا برنارد تابيش عمل، وشفنا برلسكوني عمل، عندهم اموال كثيره ودخلوا للسياسه ودخلوا كذا، ومن بعد ثم اللي تكسر وثم اللي، لكن الكوره هي اللي توصل وتعمل اسم وتخليك معناها عندك حمايه، عندك حمايه قويه وعندك اي. هل نستناو تطور كي نشوفوا مثلا توا شعلينا في اوروبا ولا في امريكا اللاتينيه، كي نشوفوا اسيا شوفوا التطور نتاع الملاعب، نشوفوا التطور نتاع النيفو نتاع لي شامبيونا، ونشوفوا هذاك والاموال اللي قاعده صايره هنا. هاو ليكزومبل بحذانا نتاع اسيا اللي ان سيرتان مومون ما يزيدوا علينا حتى شيء. شوف ايمن، تعرف شو عملوا الاتحاد الاسيوي منذ سنوات؟ البلدان اللي ما عندهمش دوري محترف باتم معنى الكلمه ما يشاركش في الشامبيونز ليج نوادي. شوف انت الفرق الكويتيه، شوف الفرق العمانيه، بالرغم عندهم الامكانيات لكن دوري مش محترف. وحتى يستعرف بك انه دوري محترف ثم دي كريتير وتجي الاتحاد الاسيوي وتراجع وتشوف موجودين ولا ما كانش ما تشاركش في الشامبيونز ليج. اليوم نتمناو ان مثلا توا اليوم الكاف تعمل انه يكون ثم احتراف باتم معنى الكلمه في تونس، لانه اليوم احتراف على الورق فقط، وكي تولي النوادي مشاركتها في الشامبيونز ليج الا ما تكون محترف والدوله تولي تساهم باش يولي الدوري محترف، باش تولي المسابقه الافريقيه اقل حسابات واقل موضوع التحكيم وموضوع معناه. نتمناو انه لما يكون انسان يفهم كوره معناه بلد نتاع كوره وعنده رئيس نادي عنده شوف قداش من عام وعنده الاموال، انه يصلح الكوره الافريقيه مش بعصا سحريه باش تكون على مراحل، لكن على الاقل يبدا ثم فكره واستراتيجيه يبدا باصلاح الكره الافريقيه. مازالت عندنا دقيقه فقط في الموضوع، في راسي 30 ثانيه. انا حبيت نقول انه اوكي نجم يكون الرئيس عنده امكانيات اكسترا، لكن الفساد اير ماهوش في بوست الرئيس، خاطر احنا استنسنا باحمد احمد وعيسى حياته انه الرئيس بيدو يهز من الكاسه، لكن الانتخابات هذيا في الاخر هو كل الجامعات اتفقوا انه نواصلوا في الجو هذا في الاخر. معناتها انه خاطر الانتخابات شنو كان تجيب؟ انه عباد باش تصطف مع هذا وتصطف مع هذا وتصطف مع هذا. اختاروا في الاخر انه نواصلوا وتواصل الجامعات الوطنيه
في الشطحات اللي قاعده تصير معناتها تنجموا تراو في مدغشقر صار في ليبيريا صار معناتها دي تورنمون دو فون فساد اكسترا اكسترا فجات الفيفا قالت لهم اوكي واصلوا في الجو هذايا واحنا هنا نحميكم وكما قال الاستاذ اسامه التصويره اللي خرجت في كونت الكاف انه المرشحين الكل يلعبوا في ماتش كوره انه افريقيا متحده اكسترا حاجه معناتها مغالطه كبيره برشا وهذاك علاش انه حبيت نقول لك انه كي تحط لي ميم زانغريديون راهو النتيجه ماهيش باش تتبدل بالطبيعه هي مؤكد شنو واصلوا في اللي كنا فيه. استاذ اسامه نعطي كلمه الختام في 30 ثانيه. انا اقول لك ان انا مش منتظر خير كتير لكره القدم الافريقيه، انا ما انتظرش من المعسكر شر، انتظر منه انه حيجي من وراه خير. انت هيكون في فعلا احنا عندنا ممكن يكون الرئيس عنده نزاهه، ممكن يكون في هيتم السيطره شويه ويكبح جماح الفساد المالي والاداري اللي في الكاف، انما اللعبه ستتضرر لان الناس اللي جت بترتيبات وترتيبات هي الناس اللي هتقدر تتلاعب على الحكام، هي اللي هتقدر زي ما بنشوف مش عايز اقول الفرق المغربيه عشان الناس بتبقى حساسه، بنشوف ازاي حقوق انديه بيروح وحقوق انديه بتيجي بحكم بقرار حكم، وعندنا الفار دلوقتي بسم الله ما شاء الله في افريقيا يعني هو بيستخدم، انا اتصور ان الحكم بيتكلم على التليفون مع مسؤول مش بيتكلم مع غرفه الفار، بياخد قرار مش غير اللي احنا بنشوفه على الشاشه، فاللي انا عايز اقوله ان الكوره نفسها انا ما اتصورش ان احنا ممكن استنى خير من هذا المناخ، انا مش عايز اقول الفاسد علشان ما حملكش هو حمل المحطه عندك اي مسؤوليه، ولكن للاسف 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 ما انا بقول لك لا تنتظر الخير من معسكر شر. مشكور جدا الاعلامي المصري المتخصص في شؤون الفيفا والاتحاد القاري وكذلك رئيس التحرير السابق لقنوات اون سبورتس الرياضيه اسامه شيخ، كنت معنا مباشره من ابو ظبي. باش نخرجوا فاصل صغير وباش نرجعوا نخصوا ما تبقى من الوقت باش نحكيوا على ميسي باش نحكيوا على كريستيانو. جمعة من 7 ل 8 متاع الليل اي اف ام سبور بلس ايمن زروق. رجعنا لكم جيد في سبور بلس، مازالوا 6 دقائق في الحصه متاع اليوم باش نخصوهم للمسابقات الاوروبيه، البارح كان موعد مع تشامبيونز ليغ. شيفر دو جور سمير السليمي الرقم نتاعنا اليوم يجينا من اوروبا، يظل عنا برشا ما خديناش شيفر دو جور من اوروبا لاول مره منذ موسم 2004 2005 ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو مش باش يكونوا موجودين في ربع نهائي رابطه الابطال الاوروبي، يعني بعد 17 نسخه متتاليه من تشامبيونز ليج ربع نهائي لن يشهد وجود كريستيانو رونالدو ولا ليونيل ميسي بعد بطبيعه الانسحاب نتاع البطوله من البطوله من قبل برسا واليوفي في نسخه السنة. هل فات الحقبة متاع ميسي كريستيانو 17 سنة الريفاليتي هذيا؟ هل فات البارح الحقيقة؟ لا ما نجموش نقولوا فات، لا ما نجموش نقولوا فات، لكن فما ظروف تحكم. ما تنساش كريستيانو مانشستر يونايتد أليكس فيرجسون الملاعبيه الكبار الكل هذوكم بصفة عادية باش يلقى روحه في كارت فينال، ومن بعد وين يمشي للريال بالتخمه نتاع الملاعبيه هذوكم بصفه طبيعيه باش يروحوا كادو فينال. يعني ميسي 2006 2007 يلقى روحه مع ما شاء الله من الملاعبيه، جي غوارديولا جي تيري هونري جي ساميليتو يمشيوا هذوما جي نيمار جي سواريز يلقى روحه في كادو فينال، سي نورمال عادي جدا، بيول بيسكيتس تشافي انيستا حاجه فوق من الخيال. دونك انا حبيت نقول انه المردود الفردي مرتبط بالمردود الجماعي، تبدأ عندك فريق قوي انت تنجم تظهر، يعني برشلونة استعدت برشا ميسي باش يتألق التألق هذاك الكل، وقت اللي طاحت برشلونة بطبيعة الحال ميسي ما نجمش يزحم لوحده، وكذلك تقدمه في السن، كريستيانو نفس الشيء، في اليوفي شفنا اليوفي ضحك السنة، اليوفي ضحك صراحة، فريق لا هوية ولا حتى شيء، دونك الشيء مربوط ببعضه هذا، لكن أنا نقول لو كان جاء اليوفي في التوب وكان جاء برشلونة في التوب راهو قينا ميسي وقينا كريستيانو، ولكن نقول لو دامت لغيرك لما آلت إليك، هذيك الدنيا معناها تمشي والعمر يحكم. في راسي ذول لازم نكونوا فرحانين وفخورين كانوا عشنا ايبوك كامله، نحكيو بطبيعة ايبوك معناتها نتاع ريفاليتي بين ميسي وبين كريستيانو 17 سنه كامله، مش عام مش اثنين مش خمسه، 17 سنه كامله ما بين الريفاليتي، باش نكونوا فخورين يظهر لي وباش نحكيو من الاجيال القادمه انه في وقت ما من تاريخ كره القدم صار دويل ما بين ميسي وكريستيانو اللي كان ما نقولوش وفاء قارب على النهايه نتاعو، سي قارب على النهايه خاطر اعمارهم كبرت بيان سور، على المستوى الفني انا كي شوطت ميسي البارح مثلا معناتها ما نجمش نقول السيد انتهى، اما لا الستاتيستيك زاده بين ميسي وكريستيانو بين
بينات بعضهم سنة معناتها مقارنة بمبابي وحده تقريبا سجل أكثر منهم زيدو ألان. مش نحكي على تونس مام حكيت ليه حكي لي على ميسي وكريستيانو يا وجهة تونس. لا لا اسمعوا لي يحب يرجع بينا بالسيف. فكرة أنه رونالدو ميسي زوز انسحبوا من التشامبيون هي إدارة رياضية فاشلة لليوفي والبرشلونة على الأربع خمسة سنوات الأخيرة. هذا هو السبب الحقيقي. مش مرجعك لتونس اللي هي عندنا في تونس ما عندناش سياسات رياضية أنه بالحق راهو حاجة تخممها أنه البرشلونة الرئيس مشى وانتخابات وفساد وكسترا وديون كبيرة برش سي نورمال أنه الفريق باش يضعف. اليوفي خذيت توجه آخر جملة أنه قرر أنه رونالدو هو وحده ينجم يربح تشامبيونز ليج واللي داير بيه ليه. هذه هي النتيجة. فيمكن في فرق أخرى كانوا يتعدوا ما على رونالدو ميسي بالحق معناتها من اكبر الريفاليتي في تاريخ الرياضه انه معناتها تو دو ستيل ديفيرون تاع ملاعبيه اللي هما عملوا كل شيء في كره القدم ديرو كور بالبالا القاب بالبالا معناتها اللي حضروا تفرجوا فيهم حتى اون ديريكت يظهر لي عنا الفخر انه عشنا البريود بالحق. حسام الحاج علي وانت كنت حللت مباريات ميسي وكريستيانو في الشامبيونز ليج ونصورك زاد تفرجت فيهم كان لك الشرف انك تفرجت في ميسي وكريستيانو منك ليهم. هل ممكن ان نقبلوا الكوره في السنوات القادمة القليلة من غير ميسي وكريستيانو؟ علاش سؤالي كنتي مثلا خاطرك عشت قبل ليبوك نتاع مارادونا انه نفس السؤال تقريبا سألوه هل ممكن باش نشوفوا ملاعبيه اخرين كيما مارادونا فكان هذا الجواب. جاوبت انت بلط وقت مارادونا وبلاتيني وفان باستن وجماعه الكل قلنا هل مازلت تجي كوره بعد هذوكم؟ ايه الكرة الدنيا دور وجاء ميسي وجاء رونالدو 17 سنة بوك كبار باش لقينا بينك واول مره في التاريخ حتى في الوقت هذاك ما كانتش ثم ريباليتي بين زوز بركه كانت برشا اسامي كبيره حتى الكره الذهبيه كانت تتقسم اليوم على في 17 سنه الاخرين 11 الكره الذهبيه بين ميسي ورونالدو معنا ما كانتش قبل وقت تنبك الكره في التسعينات ما ثمش ريباليتي بين اثنين بركه. الحاجه اللي فقط تطمنا وتقول ان شاء الله اللي جاي خير كي تشوف انت هالاند وتشوف مبابي ايش قاعدين يعملوا توا اي هالنجمو يحضر ليف توا سورتو هالاند ومبابي معناتها خاطر في وفي وقت ما طلع نيمار ولا ديبالا قلنا انه لكن الحقيقه المستوى لا يرتفع ما عملوش الارقام هذوما ما عملوش الارقام هذوما يظهر لي مبابي وهالاند حاجه بركه الاختيار نتاعهم في الكارير الاختيار نتاعهم في الكارير وين باش يمشيوا خاطر اختيار الفريق كما قال فراس هو اللي يخليك تكمل في الارقام القياسيه كان باش تختار فقط الاموال بركه صعيب كان باش تكمل دعوة صريحة من حسام الحاج علي لمبابي للتوجه والانتقال الى ريال مدريد. وانا نعمل دعوة لليوفي كان يحبوا انترينور هاني هنا. مشكور جدا فراس مشكور جدا حسام الحاج علي مشكور سمير السليمي ملتقانا غدوة ان شاء الله كي العادة في نفس التوقيت. تحية كبيرة لصديقنا امير البوكا مناشط برنامج كافي سبول البارح نسينا باش نسميه وقت اللي حكينا على المولود الجديد. تحية كبيرة لامير تتفرجوا فيه 9 تعليل هكا ولا كل نهار خميس في قناة تلفزيون تي في. مشكورين الناس كل كنتوا في المتابعة والاستماع. تصبحوا على خير.